أهلا بكم، والآن إلى عناوين هذا المساء. في ضبابية حول مضامين اللقاء، نتنياهو يلتقي بومبيو في لقاء مستعجل في بروكسل، وعلى طاولة الحوار إيران، سوريا، حزب الله وملفات إقليمية ودولية أخرى. قطر تبلغ أوبك نيتها الانسحاب منها بدءا من شهر يناير العام القادم. الدوحة توعز ذلك لأسباب فنية واستراتيجية، ومراقبون يشيرون إلى وقع القرار على أسعار الطاقة والأزمة الخليجية. في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها في وقت سابق، غادر اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بروكسل لساعات فقط لإجراء لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لبحث التطورات الإقليمية. وأكد مكتب نتنياهو أنه من المقرر أن يرافق نتنياهو في اللقاء رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي وسكرتيره العسكري، حيث أكد نتنياهو قبل مغادرته أنه سيبحث مع بومبيو سلسلة من التطورات الإقليمية والإجراءات التي ستتخذ من أجل صد إيران والمنظمات الموالية لها في الشمال. يأتي هذا اللقاء بعد تصريحات هجومية لبومبيو ضد تجربة إيران الصاروخية، وبعد تطورين لافتين في سوريا، وهما شن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تابعة لإيران، والأمر الآخر هو إعلان النظام السوري أمس عن قيام التحالف الأمريكي بقصف مواقع له في حمص. التطورات السياسية والميدانية في كل من سوريا ولبنان تحتم على إسرائيل إيجاد استراتيجية جديدة تتعامل من خلالها مع التهديدات التي تمثلها إيران والجهات الموالية لها في كلا البلدين. هذا ما يقوله محللون إسرائيليون، ويبدو أن هذا بالضبط ما يعتزم كبار الساسة والعسكريين الإسرائيليين البدء فيه. وما الاجتماع المنتظر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلا جزء من هذه الجهود. أغادر الآن إلى بروكسل لعقد لقاء هام مع وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو. نحن على اتصال مستمر مع أصدقائنا الأمريكان. سأبحث مع مايك بومبيو سلسلة من التطورات الإقليمية والإجراءات التي نتخذها معا من أجل صد العدوان الذي تمارسه إيران والمنظمات الموالية لها في الشمال. وسائط دفاعنا الجوي تصدت. سيأتي هذا اللقاء الذي يصحب فيه نتنياهو سكرتيره العسكري ورئيس الموساد بعد بضعة أيام من الغارات الإسرائيلية على ريف دمشق، وبعد يوم واحد من اتهام الحكومة السورية التحالف الذي تقوده واشنطن بضرب مواقع تابعة لجيشها في دير الزور. المعادلة الجديدة التي فرضتها موسكو على سوريا من توفير المضادات الجوية S-300 للجيش السوري، وما يعتقد أنها مطالبة لإيران بتقليل أنشطتها هناك، ستحد من الصراع الإيراني الإسرائيلي على الأراضي السورية وتعقده حسب ما يجمع مراقبون. فانتقاله إلى لبنان سيزيد الأمور صعوبة، لا سيما وأن إسرائيل تتخوف من استهداف مواقع منظمة حزب الله بشكل مباشر. هذا وتمارس الحكومة الإسرائيلية مؤخرا ضغوطا على لبنان عبر وسطاء دوليين، وذلك على خلفية تكثيف إيران من نشاطها هناك من إرسال وسائل قتالية جوا إلى حزب الله وإنشاء مصانع الصواريخ دقيقة التصويب، فيما حذر بومبيو في وقت سابق من استمرار إيران في القيام بتجارب الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والتي بإمكانها حمل رؤوس نووية. لنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور فادي اسماعيل، موظف سابق في السلك السياسي مجلس النواب الامريكي، مرحبا بك. والدكتور إلداد باردو، خبير في الشأن الايراني، مرحبا بك ايضا. وينضم الينا من الاردن عبر خدمه سكايب سيد عمر رداد، خبير في الشؤون الاستراتيجيه، مرحبا بك سيد عمر. ابدا معك سيد عمر، الجميع يترقب هذا اللقاء ويتساءل حول مضامينه. بالنسبه لنتنياهو قبل المغادره قال بشكل واضح بان الحديث سوف يكون عن صد ايران وعن اذرعتها في الشمال. ماذا يقصد نتنياهو وما برأيك المضامين المهمة بين الطرفين؟ مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيوفك الكرام. حقيقة من الواضح أنه هناك تصعيد في الملف السوري، وتحديدا بالعلاقة الإسرائيلية أو الموقف الإسرائيلي ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه التواجد الإيراني والميليشيات حزب الله وغيرها من الميليشيات الشيعية في سوريا. كما تفضلتم في تقريركم، بالفعل هناك تطورات جرت خلال يمكن الثلاث أيام الماضية. كان التطور الأول الضربة الإسرائيلية لقواعد
ومناطق في الجنوب السوري قيل أنها تتبع للقوات الإيرانية وقوات ميليشيا حزب الله. أيضا الضربة التحالف الأمريكي اللي تمت بالأمس ضد أيضا قواعد للإرهابيين في مناطق بادية حمص. تقديري أن الملف يتصاعد هذا الملف بشكل حاد جدا، أيضا في ظل المعلومات المتواترة حول نقل أسلحة عبر الطائرات المدنية إلى حزب الله في لبنان، والموقف الإسرائيلي كان واضح من أن هذه الأسلحة خطيرة، قد تحمل رؤوس نووية وقد تصل إلى قلب إسرائيل، ومن المعروف أن هذه خطوط حمر بالنسبة ل الأمن الإسرائيلي أو الفهم الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي. ليست الحوادث الأولى التي ظهرت مؤخرا، سواء الضربة الإسرائيلية أو الأمريكية أو نقل الصواريخ لحزب الله، لكن السؤال الاستراتيجي اللي يطرح اليوم أنه بالرغم من التوافق مع الروس حول ضبط الحراك الإيراني أو السكوت عليه والسماح وإطلاق ضوء أخضر لإسرائيل بتوجيه ضربات بين الحين والآخر للمواقع الإيرانية وقواعد حزب الله، رغم ما تم الحديث عنه بعد إسقاط الطائرة الروسية قبل أكثر من شهر، يبقى السؤال المطروح: هل حققت إيران استمرار تدفق الأسلحة عبر هذا الخط الاستراتيجي من طهران إلى بغداد إلى دمشق ثم إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، ثم ما العمل في ظل التصعيد القادم؟ لكن أنا تقديري بالرغم من تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو اليوم وتركيزه على أن اللقاء هذا اللقاء الذي يأتي على عجل قبل حضور نتنياهو وبومبيو مراسم تشييع جورج بوش الأب، مع ذلك يعني من الواضح أو من المؤكد أنه سيكون موضوع صفقة القرن مطروح أيضا على طاولة. نعم سيد عمر، سأعود إليك بعد قليل بهذه النقطة. ابقى معي دكتور فادي. نعم. كما ذكر الضيف، دعنا نقول إذا عدنا للماضي، في حينما كانت تكون لقاءات مستعجلة بين الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي، في غالب الأحيان كان يحدث أمر ما بعد هذا اللقاءات. إذا ذكرنا ما جرى مع أولمرت وقصف المنشآت النووية في سوريا، وحتى أردوغان وبيغين وأمور أخرى، وذكر الأمور ما جرى في الميدان السوري، قصف التحالف أمس على مواقع تابعة للنظام السوري، قبل ذلك قصف إسرائيلي، وبومبيو بلسانه تحدث بلهجة تصعيدية إزاء إيران بعد التجربة الصاروخية وحتى بعد السفينة التي أعلنت عنها إيران. ما هي وجهة الولايات المتحدة من هذا اللقاء؟ كان هناك سياق حتى أوسع. أذكر قبل جمعتين ثلاثة كانت المشكلة مع غزة، وهناك كان كلام عن تملك النفس من جانب الإسرائيلي، وتسرب كلام بأنه انتظروا قليلا، نحن لا نحتاج الآن تصعيد وتفاقم الأمور مع غزة، هنالك شيء آخر آتيا خلال أسبوعين. نحن الآن أسبوعين بعد تلك الفترة، يعني هل كان معجرة الحكي؟ يعني بعد الناس حكي وفي جمهور كلام زي ما بيقولوا لتهدئة الشارع الإسرائيلي، لا أعلم، أو ربما فعلا هنالك شيء يحصل. أنا أعتقد أن الممثل الإسرائيلي الذي الآن موجود في بروكسل هو ليس رئيس الوزراء بل وزير الدفاع. نعم ربما، وأنت تعي ذلك من بروتوكولات اللقاءات الدبلوماسية بشكل عام. نتنياهو ربما ذهب لبومبيو كوزير الأمن، ومن يرافق نتنياهو هو وفد أمني واضح، هنا النقطة، رئيس المساعد، رئيس الأمن، رئيس المساعد، السكرتير العسكري، رئيس المساعد، ولكن ليس جنرال من الجيش. صحيح، يعني طبعا في السكرتير العسكري، ولكنها في مسائل، لو كانت مسألة تشغيلية كبيرة لكرؤينا، ربما هنالك أشخاص في داخل مجموعة نتنياهو الذين لا نعلم عنها، قد يكون نوع من التنسيق النهائي قبل عملية عسكرية في جنوب سوريا أو أماكن أخرى. هنالك عقد في داخل سوريا من تحولات في الشمال في إدلب، من تحركات الأمريكية في منطقة التنف والضربات الصاروخية وإلى آخره، وروسيا تضغط على إسرائيل من ناحية تحركات السلاح الجوي، فهناك تقارب معين بين روسيا وبين تركيا وتقارب أمريكا وتركيا. فإن أردت أن تتحرك بهذا الميدان عليك بالتنسيق القريب جدا. هل هذا هو الموضوع أو ربما نتكلم عن شيء يختلف تماما؟
وهكل الموضوع مسألة ضبابية ولا أكثر ولا أقل. نعم دكتور سيد إلداد. دكتور إلداد بالنسبة لإيران على سبيل المثال ربما حتى لو طال الأمر لبنان في نهاية المطاف الحديث عن استراتيجية واسعة إزاء إيران، وكما ذكرنا بومبيو غضب من التجربة الصاروخية لإيران، اليوم كان رد إيراني بأن هذا فقط للدفاع عن إيران ولا نتنازل عن قدرة الصاروخية الإيرانية، وأيضا بقضية السفينة، وربما أدركت الإدارة الأمريكية بأنه حان الوقت اتخاذ خطوات حقيقية، ليس فقط قضية عقوبات اقتصادية على إيران، اتخاذ خطوات حقيقية حتى منها عسكرية، لذلك ذهب نتنياهو مع وفد عسكري وفد أمني دعنا نقول ليس عسكري وفد أمني. النقطة الأساسية هي هنا تتمحور حول السيد بومبيو، فأنا أرى به الشخصية التي تنسق الأمور وهو أمر الفصل والنهي فيما يتعلق بإيران. له قدرات كبيرة من ناحية تحليل الوضع، فأرى أن الجانب الأمريكي يقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف، لأن السياسة الإيرانية تتسم بنوع من انفصام الشخصية. فمن جهة مما لا شك فيه أن إيران ترغب بجدية التوصل إلى اتفاق مع أمريكا، وأيضا إذا أصغينا إلى تصريحات فهم يتحدثون عن علاقات اقتصادية مع العراق مع سوريا مع فهناك إشارات إلى أن النظام يفهم وبأنه على حافة الشاوية على حافة الهاوية، وهناك اعتقاد شبه كامل بأن الأوضاع الاقتصادية متدهورة، الأوضاع البنيوية متدهورة، وهذا النظام على وشك الانهيار. فهذا من جهة. من جهة أخرى نرى أن النظام الإيراني يحاول اغتنام الفرصة ما قبل التوصل إلى اتفاق لتحقيق إنجازات على الأرض، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير الصواريخ ونقل تكنولوجيات إلى حزب الله وبث نفوذه في غزة وفي اليمن. ولكن السؤال هو هل يتمكن النظام من عبور هذه المرحلة وهذه المحنة، لأن هذه السياسة لا 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 تسوقه إلى الاتجاه الصحيح. نعم ابقى معي دكتور إلداد. أولي لك سيد عمر مرة أخرى بقضية إيران، وتحدث عن ذلك الآن دكتور إلداد، إلى أي مدى إيران وأذرعاتها في المنطقة عليها أن تكون قلقة من هذا اللقاء؟ بالضرورة يجب أن تكون قلقة، لكن تعليقا على ما تفضل به ضيوفك الكرام، تقديري لو كان هناك نية بعد هذا اللقاء للتخطيط لعمل عسكري واسع في سوريا، فمن الأولى لا يكون وزير الخارجية، رغم معرفتنا أن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو كان مدير للمخابرات الأمريكية ولديه موقف وفهم عميق لتوجهات إيران، ولديه مواقف أيضا بضرورة ضبط واحتواء وربما بمراحل إن احتاجت إلى ضرب إيران. كان من المفروض أن يكون وزير الدفاع ماتيس هو الموجود لو كان كذلك. من جهة أخرى ألاحظ أن نفس الوفد اللي رافق رئيس الوزراء نتنياهو إلى زيارة سلطنة عمان هو نفس الوفد الذي يزور يرافق نتنياهو الآن في زيارته إلى بروكسل، ويبدو أن هذا الأمر ليس مرتبط بقرارات أو توجهات عسكرية قادمة بقدر ما هو مرتبط بمطبخ الكثيف والمصغر لصناعة القرار داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ أن نتنياهو من الواضح أنه يثق بمدير مخابراته مدير الموساد وأيضا سكرتير العسكري ورئيس مجلس الأمن القوم الإسرائيلي، لأنه نفس هذا الوفد هو الذي قام بمرافقته إلى عمان، ولم يكن بعمان الترتيب لا لضربة عسكرية لإيران ولا بالخليج، ولا ربما كان الهدف رسائل حتى لا نبعد كثيرا عن موضوع الزيارة وتشكيلة الوفد الإسرائيلي. أما فيما يتعلق بسؤالك بخصوص الأذرع الإيرانية، بالفعل من المؤكد أن حزب الله
والفصائل الشيعية اللي موجودة الآن في سوريا إضافة لتشكيلات الحرس الثوري الإيراني لابد أنها تحسب الحساب لمثل هذا اللقاء وتضع السيناريوهات أيضا وكيفية الرد عليها وتتوقع أن هناك عملا ما سيتم في سوريا وخاصة في مناطق الجنوب. هذا الأمر وارد لكن يجب أن لا نذهب بعيدا بأنه باتجاه حرب شاملة أو باتجاه سيكون ستتواصل الضربات الإسرائيلية الخاطفة والجراحية التي تحول دون فعالية الأسلحة الإيرانية الموجودة في سوريا أو لدى حزب الله دون الوصول إلى حرب. هذا من جهة. من جهة ثانية ما أعلنته إيران قبل أيام في اليومين الماضيين عن تجارب صاروخية أو عن البارج الجديد التي صنعت بكفاءات ومواد أولية إيرانية بالكامل، تقديري هذا نوع من الهروب. إيران القيادة الإيرانية تريد أن تهرب من الضغوطات الداخل الإيراني الاقتصادية. تقديري أن الإدارة الأمريكية لديها القناعة بأن نتائج وتداعيات العقوبات المفروضة على إيران بالحزمة الثانية فيما يتعلق بالنفط رغم الثمان دول التي تم استثنائها باستيراد النفط الإيراني، مع ذلك لديهم القناعة في أمريكا، أوساط متعددة في الإدارة الأمريكية تعتقد أن النتائج تحتاج إلى عدة أشهر. حتى قبل النفط الإيراني، قبل منع النفط بالحزمة الثانية، كانت الأمور متفاقمة في إيران. وتقدير الآن كلما جرى الضغط بالداخل الإيراني احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، إن على صعيد التضخم المالي أو على صعيد العملة الريال الإيراني وانهياره، التغييرات اللي تمت من قبل الرئيس الجمهورية حسن الروحاني فيما يتعلق بتغييرات بالحكومة أملا بتحسين الوضع الاقتصادي، كل ذلك دلالة هذا الفشل الذريع بمحاولة احتواء الأزمة بالداخل. وإيران فعلا غير قادر على احتواء هذه الأزمة، لأنه حتى لو كان مسموح لها بتصدير النفط، لو سمح لها بتصدير النفط وليس هناك عقوبات، ستكون غير قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة. هي تستخدم أسلوب الأسلحة والإعلان عن أسلحة للتغطية على الأوضاع الاقتصادية. هذه الأوضاع الاقتصادية التي من المؤكد سيتبعها تحركات جماهيرية واسعة في إيران، من غير المعروف بأي لحظة ستنطلق، ربما غدا أو بعد غد كما انطلقت المظاهرات السابقة. وصلت المؤكد أن الانتفاضة الشعبية القادمة في إيران ستكون أكثر عمقا وأكثر إيلاما للنظام الإيراني وقواعده. هل توافق معه بهذه النقطة دكتور؟ نعم طبعا. الحوار الذي يدور الآن في صفوف المعارضة في إيران هو هل ستتحول إيران إلى سوريا الثانية في حال انهيار النظام؟ فهناك من يريد أن يمارس الضغوط على النظام لتغييره من الأساس لمنع انهيار النظام ونشوب حرب أهلية، لأن هناك أقليات في إيران. ولكن الموقف الثاني، وأنا أؤيد الموقف الثاني، لا أرى أي خطر لإيران أن تتحول بعد انهيار النظام أو تغيير أساسي داخل النظام، لا أرى أن هناك خطر لوحدة الأراضي الإيرانية، لأنه حتى إذا أخذنا بنظر الاعتبار بأن هناك شعوبا إيرانية وليس شعب إيراني واحد، ومع ذلك الجميع يريدون أن يبقوا في إطار الدولة الموحدة، ولكن هم يفتقرون إلى الانفتاح الاقتصادي وأكثر من ذلك إلى الانفتاح السياسي والديمقراطية. فقد حان الوقت لذلك. هناك ضغوط كبيرة، وهناك أيضا اتفاق بين النظام وداخل النظام، بين حرة الثورة والحكومة أو روحاني، وبين الشعب وبين المعارضة، بأن هذا النظام هو نظام فاشل من ناحية إدارة الأمور الإيرانية. إذا قارنا إذا نظرنا إلى كوريا الجنوبية أيام الشاه وإلى إيران أيام الشاه، فكان من المحتمل أن تكون إيران اليوم إحدى الدول الأكثر تقدما في العالم، ولكنها في مؤخرة الدول. فهذه مشكلة كبيرة للدولة مثل إيران. نعم دكتور فاري، ذكر السيد عمر أمر آخر بأنه لو نتنياهو يذهب
إلى وضع خطوط خطط عسكرية واضحة. عليه أن يلتقي كما لقبه ذا ماد دوغ ماتيس، كما لقبه ترامب، كما يلقب في الولايات المتحدة، وليس وزير الخارجية. لكن هناك أصوات تقول بأن بومبيو هو ليس فقط وزير خارجية، هو وزير دفاع ووزير خارجية في آن الوقت. هو ليس وزير دفاع، ولكن السؤال يعيد نفسه، من هو المندوب الإسرائيلي في بروكسل؟ هل هو ليس رئيس وزراء؟ هل هو وزير الدفاع؟ هل هو وزير الخارجية؟ هل هو وزير الصحة؟ لا أعلم، ربما هناك فكرة أو أخرى دور متعدد الحقائق. فهو السؤال، ولكن نذكر المحاور الكبيرة التي يعمل فيها بومبيو. لأننا نتكلم عن بومبيو، هناك موضوع هو أتى الآن إلى اللقاء النصف سنوي لدول حلف شمال الأطلسي لمراجعة التقدم بالنسبة للأجندة الداخلية ومسائل من النوع. ولكن هناك أيضا مسائل أخرى وهي في شبه في هامش الأجندة لبومبيو، موضوع أوكرانيا وموضوع جورجيا روسيا. وروسيا هنا عندك موضوع، طبعا احنا نتكلم عن إيران، هناك أيضا تركيا، هناك تضخم في وجود الحلف الأمريكي في منطقة شرقي الفرات، هناك على الأقل 19 موقع في هذه المنطقة المعلنين، عندك هناك مواقع على الحدود التركية الكردية، هناك تحركات أخرى أمريكية لقوات خاصة وغيرها، والتي احنا نتكلم هنا عن ميدان تشغيلي متكدس جدا، وهذا مهم جدا جدا للتنسيق من الناحية التكتيكية والتشغيلية. سمعنا قبل قليل هناك في المواقع كلام عن أنه الآن نتنياهو خبر بومبيو بأنه عن طريقه لحكومة لبنان بنى الحركات، حركات أخيرة لحزب الله في لبنان غير مقبول، ويعتقد الكلام عن تحركات سياسية، لا تأسيس أو إقامة مصانع للأسلحة المتقدمة للصواريخ الدقيقة، وأن تهديد مباشر من نتنياهو عن طريق بومبيو الآن حاليا إلى لبنان حسب التقارير اللي نسمعها الآن. ولكن ليس نقطة المسألة ليس فقط تشغيلية ميدانية، مثل ما قلت موضوع مع منطقة إدلب وتركيا، هناك تحركات كبيرة جدا تؤثر على الأمن الإسرائيلي والأمريكي. ربما أمر آخر وأنت والخليج. نعم. الخليج ربما سنصل إلى ذلك، لكن ربما أيضا المشترك الآن بين بومبيو ونتنياهو هو حدود العراق سوريا، التنف وأمور أخرى. والأمس كان القصف هناك، وربما إسرائيل وفق معلومات استخبارية بدأت تعي بأن الحشد الشعبي يتواجد في الحدود العراقية ويحاول بناء خلايا له في الميدان السوري، وهناك حتى قوات تابعة له في الميدان السوري. وبالنسبة لإسرائيل هذا هو الخط الذي تقوم به إيران بنقل الأسلحة حتى سوريا ولبنان. طبعا هذا عدنا هنا لمسائل تكتيكية، وهناك أكثر أشياء أخرى، محاولات تركيا لخلق توترات بين السكان العرب والسكان الأكراد في شرقي الفرات، وإيران أيضا تقوم بذلك. لم نتكلم عن هذا الموضوع كثير، ولكنه موجود وحقيقي هنالك، وهذا يؤثر في أيضا في سياسات إسرائيل تجاه الأكراد سواء كان في شمال العراق أو في شرقي سوريا. حتى موضوع صغير، طرح في مواضيع صغيره مثل الاعتراف بالجينوسايد اليزيدي، ورفض اسرائيل الاعتراف فيه. لماذا؟ هناك مسائل تعود الى كل هذه المنطقه. نحن نفكر في ايران كل وقت، ولكن هنا في عوامل تعمل في كل المنطقه تؤثر على، وانا لا اعتقد الموضوع فقط الصواريخ الايرانيه او اشياء من النوع من هذا القبيل. لو كان فقط ذلك لا أعتقد أن نتنياهو كان زار بومبيو الآن. نعم سيد عمر، عودي إليك مرة أخرى، وذكرت صفقة القرن، إلى أي مدى صفقة القرن موجودة على الطاولة بين الطرفين، وخصوصا أن كما ذكرنا أن وفد نتنياهو هو وفد أمني؟ بالضبط، أنه مسألة وفد أمني كما قلت قبل قليل، هذا الوفد نفسه هو الذي ذهب بمرافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى مسقط لمقابلة السلطان قابوس هناك. وكان الموضوع كما جرى الحديث أنه بعد زيارة، بعد 3-4 أيام من زيارة لعباس إلى مسقط بناء على دعوة عمانية وزيارات لاحقا متكررة. تقديري أن الآن هناك استعجال وضغط من قبل الأمريكان كما وعدوا في مطلع العام، أي بعد شهر من الآن تقريبا أو أكثر قليلا سيتم طرح صفقة القرن. من المعلوم أن هناك المصطلح الأمريكي المشهور الذي أصبح يتردد على نطاقات واسعة الآن، أن على إسرائيل أن تقدم تنازلات مؤلمة. التنازلات المؤلمة يبدو أنها تحتاج إلى لقاءات من هذا النوع، رغم أن كوشنير
عمليا هو الذي يتولى ملف صفقة القرن والتعديلات عليها. لكن نذكر قبل شهر من الآن أو أكثر من شهر تم الإعلان في أمريكا عن إعادة من قبل جون بولتون بالدفاع بالأمن القومي الأمريكي، تم الإعلان عن إعادة تشكيل اللجنة الأمريكية الخاصة بالإعداد مسودة صفقة القرن ووضع الخطوط الرئيسية النهائية إلها، وكان بإضافة كادر من وزارة الخارجية الأمريكية التي كانت معزولة عمليا فيما سبق عن صفقة القرن أو عن المباحثات خلال المراحل الأولى التي دشن فيها كوشنير من خلال زياراته للسعودية والأردن والأطراف المعنية ولمصر أيضا لموضوع الصفقة وخطوطها العريضة، إضافة لإضافة كادر أو كوادر من المختصين بالشأن الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط من كوادر CIA. تقديري الآن السؤال المطروح، ما هي هذه التنازلات المؤلمة التي يتطلب من إسرائيل القبول بها أو التي ستعرض على إسرائيل؟ ربما كما تفضل محدثكم قبل قليل بومبيو الآن يتحدث إلى شخصية نتنياهو باعتباره رئيس الوزراء الإسرائيلي ومعه المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية كقيادات لديها تقدير موقف حول ما يمكن القبول به وما يمكن التفاوض عليه بخصوص ما يطرح بما يسمى بالتنازلات بصفقة القرن. تقديري أن هذه التنازلات بالنسبة لإسرائيل ستبدو من خلال تراجع أمريكي عن موضوع أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وذلك بالحديث أما هو معلن ومعروف عبر أوساط إعلامية عديدة أن تكون أبو ديس هي العاصمة الفلسطينية مضافا إليها بعض الأحياء في القدس الشرقية، ومؤكد أن اليمين الإسرائيلي والأحزاب الدينية الإسرائيلية ستعتبر هذا تنازلا من قبل الإسرائيليين أو تنازلا مطلوبا من قبل الأمريكان بصفقة القرن. أيضا فيما يتعلق بالمفصل الثاني من مفاصل القضية الفلسطينية وعملية السلام وهما يرتبط بحق العودة. وصلت الفكرة، لم يبقى لي الوقت سيد عمر الرداد خبير في الشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. جزيل الشكر دكتور إداد باردو خبير في الشؤون الإيراني، وأيضا شكرا جزيلا دكتور فادي إسماعيل موظف سابق في السلك السياسي مجلس النواب الأمريكي، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده لمتابعة الملفات المتبقية، ابقوا معنا.